في الوحدة التدريبية دي تتعلم ازاي تلمس وتسلم كورة تحت ضغط 4 في المربع و2 جوه المربع، واحد مهاجم والتاني مدافع. دور المهاجم يتحرك من غير كورة ويسلم ويستلم، اما المدافع فهو دوره منعه من اللعب الكورة زي ما انتو شايفين كده. اهم حاجة التحرك من غير كورة والاستلام والتسليم تحت ضغط بيبين لعيب الكورة من غيره. التحجيز بالإيد متاح يا شباب، حجز على كورتك على قد ما تقدر. وإنك تستلم برجل وتلعب برجل تانية دي ميزة، فخليك فاكر لازم تلعب برجليك الاتنين. خلي نفسك طويل واوعى تتعب، لأن الخصم هيستغل لحظة تعبك وضعفك.